الإعلام التقليدي حاضر. بداية نتكلم عن المنتدى أو منتدى الإعلام العربي الذي وضع بصمته على خارطة رسم مستقبل الإعلام بمختلف مجالاته، الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والرقمي كذلك. الإعلام التقليدي حاضر وبقوة على أجندة هذا المنتدى. الإعلام الرقمي يسير بالتساوي مع الإعلام التقليدي ويقويه ويعزز من وجوده. جلسات المنتدى تتناول الكثير من قضايا الإعلام. هناك تأهيل لكوادر إعلامية عربية، ما يؤكد على استمرارية الإعلام التقليدي ومدى قوته وتأثيره. الإعلام الرقمي يأتي مكملا وداعما لهذا الإعلام. اليوم ما يؤكد دور الإعلام التقليدي كذلك وجود أسماء قوية حاضرة كضيوف مشاركين في هذا المنتدى، وضعوا بصمتهم ورسموا مستقبل هذا الإعلام منذ بداية تأسيسه.